هذا وتوج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وبحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، توج الفارس الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة من فريق فيكتوريوس بطلا لكأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى للقدرة لمسافة 160 كيلومتر. كما توج سموه الفارس حمد جناحي من فريق KHK بالمركز الثاني، والفارس عبد الرحمن الزايد من فريق فيكتوريوس بالمركز الثالث. كما توج سموه أبطال سباق 120 كيلومتر للإسطبلات الخاصة المحلية، حيث احتل المركز الأول حمد البلوشي من إسطبل الأجيال، والمركز الثاني سلطان الحضرمي من إسطبل الأصايل، والمركز الثالث محمد السبيعي من إسطبل RM. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الرعاية والاهتمام الذي تحظى به رياضة القدرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أساس تطور وازدهار هذه الرياضة العريقة حتى باتت واجهة حقيقية للمملكة في المحافل الخارجية بعد أن سجلت إنجازات متعددة في الفترة الماضية، حيث أن متابعة جلالته للمهرجان تؤكد الرؤية الثاقبة لجلالته في دعم رياضة القدرة البحرينية ورعايتها، وهي حافزا للمزيد من العطاء في سبيل مواصلة جعل رياضة القدرة في الريادة دائما. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن المنافسة العالية التي شهدتها سباقات المهرجان دلالة واضحة على حرص الإسطبلات والفرسان على تحقيق النتائج الإيجابية وشرف الصعود على منصة التتويج، مبينا سموه إلى أن التنافس الكبير من قبل كافة الإسطبلات والفرسان يؤكد المكانة العالية والكبيرة لكأس جلالة الملك باعتبارها أهم السباقات وأقواها في الموسم، ويحق يحظى باهتمام كبير من قبل الإسطبلات والفرسان. طول العمر حققتوا النتائج والأهداف حسب توجيهاتكم طول العمر. الفرسان مشوا من السباق بداية 7 الصبح إلى اليوم لهاللحظة احنا مخلصين، وأكيد أن التوجيهات هذه كانت مرسومة وتم تقديم هدف. والله سباق طويل 160 كيلو يبيله يعني سباق تحمل أكثر ما هو سباق سرعة، فاليوم ويا الأجواء والقوانين الجديدة اللي عطانا إياها الـ API أصبح يعني سباق تحمل بالكامل، فمشينا كلنا نفس المجموعة ونفس السرعة، ولكن بدأت الخيل تتقاصر شيء فشيء، فالحمد لله وصلت الأبطال والنقوة اللي هي الحقيقة تستحق يعني لقب بطولة العالم أو بطولة كأس الملك. نعم طول العمر مثل ما تفضلت الله يسلمك، 160 كيلومتر سباق طويل، لكن تكريم هؤلاء جميعا العاملين وليس فقط الفرسان، تقديمكم إلى سيدي جلالة الملك والكلمات اللي طلعت الشكر والتقدير. ما في شك، الله يطول عمره سيدي جلالة الملك هو الداعم الأول، وشوفه اليوم يجدد الروح في الرياضة هذه ويجيب لنا يعني روح جديدة وطاقة إيجابية، والحمد لله تشرفوا طبعا رعاتنا بالسلام على جلالة الملك، يعني
حضوره بس هذا بحد ذاته كفاية، وجوده ويا الفرسان كل واحد يطمح أنه يكون على خط النهاية بوجود جلالة الملك بجنبه. فعلاً بك أشرت إلى نقطة مهمة جداً، وجود الرعاة اليوم وتشرفهم بالسلام على سيدي جلالة الملك، أعتقد أن يعني خلينا نقول إحنا الباب مفتوح للرعاة وهم للداعمين لهذه الرياضة اللي هي تتطلب المزيد. ما في شك، ما في شك، أهل الخيل يستحقون كل الدعم.